ولنقاش ملف صراع النفوذ الأمريكي الإيراني في العراق ودور الميليشيات الموالية لإيران. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن دكتور صباح المختار. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور دكتور. نبدأ معك من مشروع القرار الأمريكي الذي طرحه نواب جمهوريون في الكونغرس حول فرض عقوبات جديدة على ميليشيا سيد الشهداء في العراق. ما مدى فعالية مثل هذه العقوبات في حال تفعيلها على الميليشيات الموالية لإيران؟ في الحقيقة أي إجراء مضاد إلى الميليشيات سواء كان هذه الميليشيا أو غيرها هو إجراء مفيد، وبالتالي هو نوع من تقييد قدرة هذه الميليشيات على الحركة. يجب فهم أن أمريكا لديها قوة ضاربة، وبالتالي هناك أهمية لما تصدره أمريكا من قرارات بالرغم من أنه سيكون قرارا أمريكيا وليس قرارا دوليا. لكن حقيقة أن هذا القرار حتى لو صدر فإنه سيكون قليل التأثير، لأن الغرض من هذا القانون هو ليس إرسال رسالة إلى العراق ولا إلى الميليشيات، وإنما إرسال رسالة لإيران. أمريكا لها تأثير كبير في العراق، لو أرادت أن تستخدم هذا التأثير فيما يتعلق بحماية العراق أو حماية الشعب العراقي أو معاقبة إيران فعلاً لاستطاعت أن تفعل ذلك. ولكن بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة لا يهمها لا العراق ولا أهل العراق، وهي يعني في الحقيقة دورها هي من قام بتدمير العراق وتسليمه إلى إيران، وبالتالي ليس من المتوقع أن تكون أمريكا ستتخذ خطوات في صالح العراق. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر سياسة تقليم أظافر الميليشيات الموالية لإيران في العراق من خلال إدارة بايدن وموقف الديمقراطيين؟ إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على السياسات أو الصراع الحاصل بين إيران والولايات المتحدة وإقحام العراق من خلال هذه الميليشيات؟ أظن أن من المهم ومن المفيد أن نعلم جميعا أن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لا ينظرون إلى العراق بنفس الطريقة التي ننظر نحن العراقيين إليها. الحزبين لا يهمهم العراق، كلا الحزبين يضمران الشر للعراق. الحزب الجمهوري هو الذي دمر تحت قيادة بوش والابن وأبوه، وبايدن الديمقراطي هو صاحب مشروع تقسيم العراق. مع الأسف أن كثير من السياسيين العراقيين والمحللين العراقيين لا يزالون متعلقين بأمريكا ولا يزالون يعتقدون أن أمريكا ستفعل شيئا في صالح العراق، وهذا في ظني هو تفكير خاطئ. ودليلي على ذلك أن التاريخ القريب لا يؤيد هذا التفكير. كان هناك حديث عن أن هذه المواقف التي يتبناها بايدن تنبئ عن سياسة تصالحية نوعا ما مع إيران، ما مدى صحة ذلك؟ بالتأكيد أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإيران أيضا تريد ذلك، وكلا الدولتين تكاد تموت في الرغبة للتوصل إلى هذا الاتفاق. ولكن العراق ليس طرفا في هذا الموضوع، العراق يستعمل كحجر فقط لتنفيذ هذا الموقف. يعني بايدن ليس بذيئا مثل ترامب، وهو ليس مفضوحا مثل بوش، ولكنه عدو للعراق وفق كافة المعايير. استعماله للقوة، أي استعمال بايدن للقوة، لا يختلف عن سابقيه، ولكنه أكثر نعومة في الحديث وأضعف اقتصاديا وشعبيا من سابقيه في هذا المجال. دكتور، إلى أي مدى غيرت طائرات المسيرة قواعد اللعبة الأمريكية في العراق؟
أظن أن هناك تصوير أن الميليشيات تقوم بتهديد أمريكا وكذا أكبر من المعقول. تهديد الميليشيات لأمريكا هو ليس حقيقيا، وإنما تعبير عن موقف وعمل علاقات عامة ضمن القيود والحدود التي ترسمها إيران. والدليل على ذلك أن الضرر الذي تسببه هذه الأعمال التي تقوم بها الميليشيات للأمريكان هو ضرر قليل جدا ماديا وعلى مستوى الأفراد، ولكنه معنويا مزعج للإدارة الأمريكية الديمقراطية، لأنه يحرجها أمام الجمهوريين الذين يقولون لهم: ماذا تفعلون؟ أنتم لا تحمون المصالح الأمريكية. ما الحلول القائمة أمام العراق والممكنة للخروج من المستنقع الذي دخل فيه في الصراع الأمريكي الإيراني؟ في الحقيقة الحل للمشكلة العراقية يجب أن يكون عراقيا داخليا. أمريكا لا تستطيع أن تحل المشكلة العراقية، إيران مسيطرة على العراق، محتلة للعراق، وبالتالي الحل هو داخلي. أمريكا لا تستطيع أن تحرر العراق لأن أمريكا هي التي دمرت العراق وهي التي سلمته إلى إيران. الدول المجاورة بالنسبة لها قد تشعر ببعض البأس وقد تشعر ببعض الخطأ، ولكنها ليست بوارد التدخل في الشأن العراقي. الشأن العراقي هو شأن لا يمكن أن يحل إلا داخليا، وذلك أما أن يكون هناك ربنا يقسم للعراق أن يأتي قائد أو قيادة التي تقوم بعمل شيء معقول، أو أن اللصوص والحرامية والمجرمين يتعاركون فيما بينهم ويختلفون وبالتالي قد تحل المسألة، أو أن الشعب العراقي يستمر في الانتفاضة القائمة الآن. العراقيين لم يتوقفوا عن الانتفاضة منذ عام 2003 لحد الآن، وبالتالي لذلك نشهد هذه البحار من الدماء لشهدائنا الشباب والنساء والأطفال وغيرهم. العراقيين لا يزالون يقاومون، الحل هو عراقي، الأمريكان لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. لا أظن أن هناك أي إمكانية لوجود مواجهة بين أمريكا وإيران ولا بين أمريكا والميليشيات. أمريكا بالنسبة لها العراق هو مثل ما يقولون في الشرق الأوسط فخار يكسر بعضه، إن شاء الله يموتوا كلهم ويقتلون بعضهم البعض. الأمريكان لا يهمهم ذلك. التصور أن هناك حل بيد الأمريكان أعتقد أنه تصور غير واقعي وغير صحيح. شكرا جزيلا لك دكتور صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. شكرا جزيلا لك على المحادثة، كنت معنا عبر سكايب من لندن.